اكتيفيات تساعدك باش تحس روحك خير حتى في الصيف. في الصيف كنت ديما نتقلق بكل شيء على خاطر كل شيء يتبدل، الاوقات الكل تتبدل وتكثر الخارجات وتكثر معاها الماكله البرا، ناكلوا اي شيء وزيد من غير وقت. الشيء اللي كان يخليني نحس روحي ثقيله وكرشي منفوخه. يا اخي جربت اكتيفيا، بعد ايامات حسيت روحي خير وكرشي ما عادش منفوخه. اكتيفيا ماهوش كي ياغورت العادي، على خاطر اكتيفيا هو الوحيد اللي فيه بيفيدوس ريغولاريس، خامائر طبيعيه تساعد على تسهيل الطبيعه في 15 يوم. توا مع اكتيفيا صيفي ولا ممتع اكثر. اكتيفيا كل يوم تحس روحك خير في 15 يوم حتى في الصيف. في الصيف كنت ديما نتقلق بكرشي على خاطر كل شيء يتبدل، الاوقات الكل تتبدل وتكثر الخارجات وتكثر الماكله البرا، الشيء اللي كان يخليني نحس روحي ثقيله وكرشي منفوخه. يا اخي جربت اكتيفيا، بعد ايامات حسيت روحي خير كرشي ما عادش منفوخه. على خاطر اكتيفيا هو الوحيد اللي فيه بيفيدوس ريغولاريس، خامائر طبيعيه تساعد على تسهيل الطبيعه في 15 يوم. توا مع اكتيفيا صيفي ولا ممتع اكثر. مع اكتيفيا كل يوم تحس روحك خير في 15 يوم حتى في الصيف. اكتيفيا تساعدك باش تحس روحك خير حتى في الصيف. في الصيف كنت ديما نتقلق بكرشي على خاطر كل شيء يتبدل، الاوقات الكل تتبدل وتكثر الخارجات وتكثر معاها الماكله البرا، ناكلوا اي شيء وزيد من غير وقت. الشيء اللي كان يخليني نحس روحي ثقيله وكرشي منفوخه. يا اخي جربت اكتيفيا، بعد ايامات حسيت روحي خير وكرشي ما عادش منفوخه. اكتيفيا ماهوش كي الياغورت العادي، على خاطر بالمقارنه مع الياغورت العادي اكتيفيا هو الوحيد اللي فيه بيفيدوس ريغولاريس، خامائر طبيعيه تساعد على تسهيل الطبيعه في 15 يوم. توا مع اكتيفيا صيفي ولا ممتع اكثر. مع اكتيفيا كل يوم تحس روحك خير في 15 يوم حتى في الصيف.